السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس اليوم، درس حصري جدا في العالم العربي، حيث سأتطرق معك إلى طريقة تركيب جهاز على باب منزلك أو باب غرفتك يجعل هذا الأخير أو يمكنك من أن تفتح الباب بواسطة الباسورد، بواسطة البطاقة، بواسطة الـ RFID tags وهي التي عبارة عن حاملة مفاتيح تقليدية كما تشاهد معي، أو كذلك يمكنك أن تضيف إليها بصمة الأصبع، بصمة العين، بصمة الصوت، الكل راجع إليك وراجع إلى رغبتك. غير ذلك فهذه الطريقة طبعا هي آمنة جدا، لأن ستكون هناك أسئلة ما إذا كانت هذه الطريقة آمنة. نعم، هذه الطريقة آمنة، تستخدم في المنشآت الحكومية، تستخدم في الفنادق، يعني تستخدم على نطاق واسع. واليوم إن شاء الله سأريك طريقة تركيبها في منزلك. نعم، إذا لن أطل عليك، سنقوم أولا بتجربة حيث تشاهدون معي كيف أستطيع فتح باب غرفة المكتب بواسطة الباسورد، بواسطة الـ RFID tag، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى الأجهزة التي تلزمك وطريقة تركيبها. ابقوا معي. يلا، على بركة الله، كما تلاحظون الباب مقفول، وسأحاول كما تشاهد لا يمكن فتحه، ولاحظوا معي أنني سأدخل الباسورد. مرحبا بكم، الباب فتح. عوض الباسورد كذلك يمكن فتحه كما ستجد، والآن مغلق، يمكن أن نفتحه بواسطة الـ RFID tag. جميل، أليس كذلك؟ اولا قبل الشروع في شرح التركيب، الجهاز الذي يلزمنا هو جهاز RFID lock، وهذا هو الرابط تجدونه اسفل الفيديو في حال اذا كنت تشاهد هذه الحلقه من خلال مدونه المحترف. اذا كنت تشاهدها من على اليوتيوب تجد الرابط في الوصف. طبعا الجهاز يصل ثمنه الى 87 دولار. كما قلت فهذا الجهاز يوفر لك الباسورد، الفتح بواسطه الباسورد، وكذلك بواسطه البطاقه، بالاضافه الى مسمى بالـ RFID tags. غير ذلك فيمكنك أن تبحث عن جهاز آخر، مثلا بصمة العين أو هذا، يعني فقط تدخل على موقع www.tinydeal.com ثم تكتب RFID lock، يعني تظهر أمامك مجموعة من الأجهزة التي تمكنك من فتح الجهاز بتقنيات أخرى. على العموم الجهاز الذي يصل ثمنه او الجهاز الذي استخدمه هو هذا الجهاز، وهذا هو الجهاز الذي قمت باقتنائه، يبلغ ثمنه 87.97 دولار. يمكن ان نقر على اضف الى العربه، وشراء اما عن طريق باي بال او ويسترن يونيون. الان ننتقل الى تركيب هذا الجهاز بعد شرائه، ابقوا معي. جميل، الان سنشرح نوعا ما الاجهزه التي تكون او القطع التي تكون هذا الجهاز. هذا الجهاز يسمى RFID lock. RFID lock. إذن أول شيء لدينا هذا الجهاز الذي تشاهدونه أمامكم. هذا الجهاز هو المخ، هو يعني هو المايسترو، وهو الذي يتحكم بجميع هذه القطع الأخرى، لأن هذه القطع الأخرى كلها عبارة عن قطع هاردوير فقط. أما هذا الجهاز هو الجهاز الذي يكون قابل للبرمجة، أي الجهاز الذي يقوم ببرمجة الباسورد، برمجة الـ RFID tag. هذه تسمى بـ RFID tag، يعني ويمكن أن تضعها في جيبك، يمكن أن تسبح بها، لا مشكلة. و يعني يمكن برمجتها. إذا الذي يبرمجها هو هذا الجهاز بطبيعة الحال، سنرى ذلك بعد قليل. إذا قلت هذا الجهاز هو يعني البروسيس، هذا هو المايسترو. هذا هو عبارة عن الـ RFID lock، هذا عبارة عن قفل ولكن يعمل بالمغناطيس. طبعا هذا القفل كما ستشاهدون أمامي الآن أو أمامكم عفوا، كما تشاهدون فهو به يعني قفل يخرج من هنا، وهو عادي كما تشاهد يخرج عندما يتم تقريبه من المغناطيس. طبعا عندما نقفل الباب فبشكل أوتوماتيكي يقفل الباب كما ستشاهدون، ها لا يمكن فتحه. لماذا؟ لأن هناك قفل على مستوى اوكي نفتح، لان هناك قفل او عفوا مغناطيس على مستوى هذا المكان الذي يتم ادخال فيه. ستشاهدون هناك مغناطيس في هذا المكان، وطبعا هذا هو المكمل القفل، المكان او الثقبه التي تدخل فيها، الذي يدخل فيها القفل الميكانيكي. جيد، طبعا لدينا هنا كذلك قطع اخرى
أنا تعمدت أن أترك كل قطع مكشوفة لأن هذا شرح بطبيعة الحال. طبعا لدينا كذلك هذا الجهاز، وهذا عبارة عن مولد التيار الكهربائي، فهذا المولد هو الذي يرسل الطاقة الكهربائية أولا إلى القفل الأوتوماتيكي ثم أو الميكانيكي، ثم كذلك يرسلها إلى الوحدة المركزية التي تحدثنا عنها، والتي قلنا أن هذه الوحدة المركزية هي الوحدة المركزية المسؤولة عن التحكم في الجهاز ككل. طبعا لدينا هذا المقبس، وهذا المقبس يفيدنا أنه في حالة إذا كنا خارجين أو داخل المكتب والباب كان مقفول، فيمكن أن نخرج عن طريق الضغط على هذا الزر، ثم كما لو أدخلنا الباسورد، يعني مجرد الضغط على هذا الزر يتم فتح القفل ويمكن أن نخرج من باب المكتب. إذا الآن سأتطرق معكم إلى طريقة التركيب وطريقة تركيب الأسلاك مع بعضها البعض، ابقوا معي. إذا بالنسبة للباد فهي بها العديد من الأسلاك، سنختار منها فقط هذه الأسلاك. سنختار منها السلك الأحمر، وهذا السلك البنفسجي، الأسود، الرمادي والأزرق، يعني هذه ثلاثة الأسلاك هي التي سنختار. طبعا بالنسبة للسلك الأحمر سنقوم بتركيبه مع 12 فولت، مع مخرج 12 فولت. إذن سنركب السلك الأحمر مع مخرج 12 فولت على هذا الشكل. جيد. بالنسبة للسلك الأزرق سنركبه مع بوش، يعني طبعا التركيب راه يكون عن طريق إدخال الأسلاك في هذا المكان. إذن سنقوم بربطها مع مكان الأزرق. وبالنسبة للسلك الأسود مع الرمادي نقوم بتركيبهما مع بعض، ثم بعد ذلك سنقوم بتركيبهما مع جي ان دي طبعا، وهكذا. إذن جميل. بالنسبة لأسلاك أو الأسلاك القفل الميكانيكي فهي تركب يعني بلس ان سي وبلس ان او، بلس ان سي وبلس ان او، لا مشكلة، اقلب الخيوط لا مشكلة، يعني فالقفل سيعمل يعني كيفما كان، سواء موجب سالب لا يوجد الأمر، يعني الموجب والسالب لا يوجد في القفل الميكانيكي، يعني ركبهما كما شئت، فقط تذكر بلس ان سي بلس ان او. بالنسبة للزر الذي تحدثنا عنه قبل قليل فنركب واحد في بوش وواحد في جي ان دي. طبعا لا توجد طريقة معينة للتركيب، ركبهما كما شئت، يعني هذه الأسلاك التي تخرج من الدور اكزيت ركب واحد في بوش وواحد في جي ان دي. طبعا هناك من سيقول وماذا يا سي رغيب، او ماذا يا رغيب في حالة اذا انقطع التيار الكهربائي، هل سأبيت خارج المنزل؟ سأقول لك لا، لانه يمكنك اضافة بطارية كنترول ناقص وكنترول بلس في هذا المكان، يعني راه مكانهما هنا فارغ، تضيف بطارية من نوع 24 فولت وهكذا قابلة للشحن طبعا، وهكذا يمكنك بطبيعة الحال أن تستخدم الجهاز حتى في حالة إذا انقطع التيار الكهربائي. وطبعا الجهاز يأتي مع مجموعة من الرسومات المبيانية التي ستسهل عليك عملية التركيب إذا لم تفهم هذا الشرح بشكل جيد. طبعا يأتي كذلك الجهاز مع هذا ما يسمى بالـ RFID tags، هي كثيرة جدا وقابلة للبرمجة، وطبعا طريقة برمجتها هي بسيطة، فقط هناك كتيب هنا، هذا الكتيب يريك طريقة برمجة هذا القطع بالإضافة إلى طريقة برمجة الباسورد في الجهاز. بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. رجاءً إذا أعجبتكم حلقة اليوم لا تنسوا أن تنقر على زر لايك. يمكنكم كذلك إذا كانت عندكم أي استفسار زيارتنا على البث المباشر وطرح أسئلتكم، سأكون سعيد جدا بالإجابة عليها. غير ذلك يمكنكم دائما متابعتنا على صفحتنا في فيسبوك facebook.com/history.professional، أو كذلك على مدونتنا كل يوم جديد أخبار وكذلك دروس تقنية مكتوبة فقط على www.history.professional.com. أضرب لكم موعد في حلقة غد بإذن الله.
إلى اللقاء.